كنا اتكلمنا من فترة عن تحميل ملفات البي دي اف المحمية او طباعتها ازاي، فناس اتلخبطت في موضوع الكود وما كانتش عارفة تحمله ازاي. فالنهاردة ان شاء الله جايب لك طريقتين سهلين، وبالنسبة للناس اللي عاوزة تحمل الكود برضو هتلاقي المقالة دي موجودة اسفل الفيديو، عندك هنا رابط تحميل وهنا رابط تحميل تاني. بس النهاردة انا جايب لك بقى حاجة تانية اسهل، وبالاضافة الى اللي انا هحمل مستندات جوجل. لو هنا دخلت هتلاقي طلب اللي لو انا عاوز انزله لازم اذن من صاحب الملف، هو عامله للعرض بس. فاقول لك على الطريقتين بطريقة سهلة وبسيطة. خلينا اول حاجة نحمل ملف بي دي اف. لو بصينا هنلاقوا الملف هنا مفيش تنزيل ولا طباعة، هتلاقي تم إيقاف الطباعة لهذا الملف. زي ما حضراتكم شايفين كده أنا بفتح الملف بالكامل الأول، وبعد كده باجي على الإضافة بيقول لي عاوزها صور بي إن جي ولا الصور مضغوطة، يعني عاوز كل الصورة لوحدها ولا ملف مضغوط. فأنا بقول له بي دي إف. كده هو بيحول تلقائي، بيشوف الصور وبيحملها كلها. هنشوفه هيحمل الصور معانا ولا لأ. بعد كده هتلاقي الملف نزل معاك زي كده، نزل معايا هنا اهو، ادي الملف نزل معايا. هاجي افتحه مثلا، ادي الملف نزل معايا 22 صفحة او 20 صفحة تقريبا، نزل معايا بطريقة سهلة وبسيطة. كل اللي عليك اللي انت هتحمل الاضافة اللي انا هكون سايب لك اسمها اسفل الفيديو، او هي الاضافة هي موجودة قدامك ممكن تبحث عليها لو انت حابب تبحث عليها. ده بالنسبة للإضافة اللي هي موجودة على جوجل اللي انت هتدوس عليها، بس ما عليك اللي انت هتدوس هنا وتختار هنا الملف زي كده اهو، ادي الملف وهتدوس عليها. بس لازم تعمل ريفريش للصفحة بحيث لو انت لسه فاتح الصفحة اول مرة هنا اهو، وهتختار بي دي اف وكده الملف اتحمل معاك ومبروك عليك الملف. طيب الطريقة التانية بقى اللي هو في مستندات جوجل، لو زي كده هنا بنلاقوا صاحب الملف عامل فيه الطلب اللي انت تطلب اذن لتحميل الملف. كل اللي عليا هاجي فوق خالص في شريط البحث، هحاول اصغر الصورة بس عشان تبان لحضراتكم زي كده، وهاجي اعمل هكون سايب لك كلمة موبايل تحت، هتحذف الكلمة دي خالص وهنيجوا هتسيبوا كلمة الموبايل ديسك زي وادوس انتر. كده الملف اتحول معايا كصورة للعرض او كده. كل اللي عليك هاجي اعمل حفظ الملف بالاسم، وهختار هنا صفحة HTML. ركز في الحتة دي اللي انت ما تختارش ملف واحد كصفحة، اختار صفحة ويب HTML واعمل حفظ. لو الملف نزل معايا زي كده بقى كنظام صفحة HTML معايا، هاجي اعمل طباعة. ركز في الموضوع ده لو انت عاوز الملف بي دي اف، واختار طباعة من هنا عشان احوله كملف بي دي اف. بيقول لي اختار اسمه، فانا اخترت اسمه زي كده، وهتلاقي الملف نزل معانا. نفتح، ادي الملف نزل معانا هنا اهو، وادي الملف بتاعنا نزل. يا رب تكون المعلومة وصلت للناس بس، او اكون قدمت حاجة تنفع الناس. طبعا هو ده الكود اللي انت كنا بنتكلم فيه في الحلقة اللي فاتت. الناس اللي تابعتنا من زمان تلاقينا كنا كاتبين الكود ده لتحميل الملف، اللي هو انت بتيجي تاخد الكود كده كأي ملف بي دي اف، مراجعة بسيطة يعني وسريعة، وباجي افتح الصفحات بتاعتي كلها، وباجي اخش المزيد من الادوات، وبعد كده باخد ادوات المطور او المبرمج، وباجي بختار هنا بحذف دول كلك تاني مش عاوزهم، وبعمل كنترول في وانتر. بعد كده بيقول لي الكود ده خلي بالك منه او بيحذرني منه، فانا بقول له السماح كده وبقول له انتر. بيقول لي ضيف الكود تاني، بضيف الكود تاني اللي انا ضفته، هياخد ثواني وهيحمل معايا الملف بي دي اف برضو عادي. كده انا قلت الطريقتين او الثلاث طرق اللي انت ممكن تحمل بيهم اي ملف بي دي اف. لو انت لسه جديد معانا على القناه واستفدت من الفيديو، مش هتخسر لو عملت لايك وتعليق، منك هيشجعنا ان احنا نعمل فيديوهات اكتر. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.